السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح طريقة حل مشكلات تكوين الثلج من القطعة الداخلية أو الجليد، ولا كل واحد كيفاش رسلني. يعني كاين بزاف المتتبعين اللي رسلوا لي قالوا لك المكيف الخاص بي يعني يكون الثلج من هذه المنطقة. مام كاين بزاف، كاين بعض المتتبعين اللي بعثوا لي مام صور يعني يكون ثلج من هذه المنطقة. يعني نروح قبل ما نروح إلى الحل، فلابد نتعرف على السبب لهذا المشكل. السبب يكون عادة يعني ما يكون في مروحة الدفع للقطعة الداخلية. هذه المروحة كما راكم تشوفوا لهنا، ما على باش تبان مليح بس كاين شويه شمسه كما راكم تشوفوا، راهي الدور لهنا. اذا عاده ما يكون مشكل يعني ضعف سرعه هذه المروحه، فبالتالي يكون هذا الثلج يعني من احد الاسباب اللي يعني درنا هذا المشكل. والسبب الثاني يكون تراكم الاوساخ والغبار من هذا الجهه، فبالتالي يتحول الى غلق مفاتيح الهواء هنا في هذا الرادياتور، فبالتالي ايضا يعني يديرنا هذا المشكل او يكوننا الثلج او الجليد من هذا المكان وهذا المكان ايضا. والسبب الثالث هو حساس الحرارة، حساس حرارة الغرفة. يعني كي يكون تالف هذا الحساس الحرارة أيضا يقدر يسرنا هذا المشكل. هذا هو حساس حرارة الغرفة، يعني كي يكون تالف يعني الكليماتيزور تاعنا أو المكيف الخاص بنا يمشي برك ما يحبسش، فبالتالي يعني مالغري الغرفة تاعنا بردت هو يعني ما حبسش كاع، فبالتالي يكون هذا التراكم أيضا يعني من أسباب أيضا تراكم هذا يعني الثلج. أيضا الآن يعني نبدأ من حلول هذه المشكلة، يعني حلول هذه المشكلة نبدأ يعني بدينا من المروحة، الآن نبدأ يعني أيضا من المروحة يعني الحل لهذا المروحة. علاش يعني مد السرعة تاعها تكون بطيئة باش يعني ديرنا هذا المشكل. إذا الحل يعني ربما تكون هذه المروحة أيضا فيه أوساخ، يعني تراكم الأوساخ داخل هذه المروحة يكون حاجز يعني باش يعني ما تمشيش بالسرعة تاعو العادية. والمشكل الثاني لهذه المروحة أيضا عادة يكون هذا هو السبب الرئيسي لتكوين هذا يعني الثلج، وأيضا لضعف سرعة يعني هذه المروحة يكون في المكثف تاع هذه المروحة. يعني هذا هو الدينامو تاع هذه المروحة أو هذا هو المحرك تاعو، يعني كي يكون الترموستات تاعو، عفوا ماشي الترموستات، المكثفة أو الكاباسيتور الخاص به يعني تالف أو عيان ولا كيفاش نسميو له، يعني تولي يعني تمشي غير بالعقل هذا يعني المروحة. يعني الحل تاعو لازم نبدلو المكثفة، المكثفة تاعو عادة تكون كاينين اللي يكونوا في الكارت، في الكارت الكترونيك او في اللوحة الالكترونية الخاصة للمكيف، كاينين اللي تلقاهم داخل، كاينين اللي تلقاهم هنا، يعني تلقاهم باللون ومكتوب فيه يعني رقم ميكرو فاراد. اذا يعني هذا هو الحل الاول. اما الحل الثاني للتراكم الغبار او الاوساخ كما قلنا في الحلقة الماضية، يعني خروج لمشكلة يعني حل مشكلة خروج الرياح الحار من القطعة الداخلية، ايضا يعني يكون هذا تراكم الاوساخ هو السبب ايضا. يعني اليوم يعني بدينا من يعني الاشياء اللي يقدر واحد يديرهم يعني بدون ما يعيط للفني، اما نطرقوا ايضا للاشياء واحد اخرين ان شاء الله في حلقه القادمه ان شاء الله. بصح هذوك لازم يكون الفني يعني حذر ولا هو اللي يدير هذا الحركات، اما الحركات تاع اليوم اي واحد يقدر يديرهم. يعني الحل الثاني كما قلت لكم لازم غسل
يعني هذا الرادياتير الداخلي او غسل القطعة الداخلية للمكيف. إن شاء الله في حلقات القادمة نشوفوا طريقة غسل هذه القطعة، نقدروا نفكها وأيضا نقدروا أيضا نغسلها وهي في بلاصتها، يعني بلا ما نحيو هذه القطعة الداخلية. يعني إن شاء الله نطرقوا لهذه الحلقة بالتفصيل باش يعني تشوفوا يعني بالتفصيل طريقة غسل القطعة الداخلية وحدك. إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في الشرح. السلام.